في هذا العرس اليوم اشكر الاول اسف الخبر بشكر للاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعه جنين الوادي، طلبت منه النهارده طلب ان يتم تخفيض تذكره الدخول في مستشفى كليه طب القنا من 10 جنيهات الى 5 جنيهات، فوافق على الفور. فحبينا نسف الحضانه بهذا الخبر واوجه له شكر وتقدير وتحيه، لانه ابن القنا الذي يلمس بالفعل ما هي الوجائع اهالي القنا، فله كل التحيه والتقدير. وفي هذا وعارف كويس خالص الظروف اللي فيها، وعشان كده انا والله لو علي اتمنى ان انا ما اخدش مليون من اي واحد، لكن طبعا انتم عارفين ان الفلوس دي تتحرك لمكان معين ونشتري بيها ادويه ونشتري بيها حاجه من غير مبالغ الخاصه بالعيانين او المرضى عموما. رغم قلتها لان هو في النهايه ناس كتير بتشتكي انه ما زال في نقص كبير، وبيطلعوا بيشتروا 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 ايه؟ لان طبعا في ميزانيه المستشفيات، لكن الميزانيه دي ما بتكفيش، الميزانيه بتخلص. لو تعرفوا المبدا اللي بيتدفع يوم لما يبقى في عندنا طوارئ، مبدا يوصل ل 200,000 يوم الواحد في يوم الطوارئ. احنا عندنا يومين، فما بالك لما لسه ان شاء الله ناويين نفتح الاسبوع بالكامل، فدي مبالغ كبيره في الصرف. ال 10 جنيه او 5 جنيه دي جزء بسيط بيتاخد مساهمه كمان. الهدف منها مش المساهمه كمان، الهدف منها الحد من العارف ناس لما يجيبوا فيها واحد عيان، ناس كلها بتروح وراه، فانا واحد منهم. يعني ما هواش غريب علينا. وشيء طبيعي ان احنا بنروح ونقابل ونحاول نبقى معاه ونساعده عشان ندخل كلنا. طبعا ده بيعمل ازمه كبيره داخل المستشفى. انا اكثر من مره ادخل المستشفى الاقي نفسي مش عارف امشي وسط الناس. انا والله سعيد بيهم، لكن في النهايه انه الاطباء والناس اللي بيشتغلوا عايزين كمان جو هادي يشتغلوا فيه. عشان كده بيحاولوا الى حد ما يهدوا. لكن احنا عارفين الظروف، وبالتالي مفيش اي مشكله. ان شاء الله هعرض الموضوع على مجلس الاداره، ومجلس الاداره ان شاء الله هيعمل.